السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوي الكرام، معكم حسين كمال من قناة افهم مني. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أخوي الكرام، الفيديو ده مهم جدا لكل أم ولكل أب عندهم طفل مريض سكر. أولا يعني عندهم طفل مريض سكر وداخل المدرسة، ما ينفعش حضرتك او حضرتك تخبي على اصدقاء الطفل او المدرسين ان الطفل مريض سكر. عيب قوي، عيب قوي، لان ما ينفعش تقولي اصل انا عشان ما سببش مشكلة نفسية لابني او عشان ما يحصلوش اي اذى نفسي. بص حضرتك، هو يعني لو انت عملت كده يبقى انت بتضريه، يبقى انت كده بتقضي عليه، يبقى انت كده بتموتيه. فانا مش عايز اقول الكلام ده عشان الناس ما تتشائمش من اول الحلقة، ولكن بكلمك جد، لو انت عملت كده انت كده بتضري ابنك. فلازم خدي بقى الخطوات الاساسية اللي هتمشي عليها لو ابنك عنده سكر وداخل المدرسة، سواء كان عنده سكر قديم او ظاهر لسه عنده سكر جديد قبل ما يدخل المدرسة بكرة. اول حاجة لازم الطفل يكون معاه جهاز قياس السكر، لازم الطفل يتعلم ازاي يقيس السكر لنفسه، لازم الطفل يعرف كل حاجة عن مرض السكر. تثقفي ابنك عن مرض السكر، تعرفيه لما يحصل عنده غيبوبة سكر او دوخة او اي حاجة ياخد ايه، يشرب ايه، ياكل ايه، يعمل ايه. تعرفيه كل حاجة عن السكر او مرض السكر، تعرفيه النورمالات بتاع السكر يعني النسب الطبيعية للسكر. فاللي هو يعني انت لازم ابنك يبقى مثقف زي الشخص الكبير بالظبط في مرض السكر ده بالنسبة للطفل. طيب بالنسبة للمدرسة، اول حاجة لازم اعرف كل زمايله اللي كانوا معاه في الصف السنة اللي فاتت او اصدقائه مثلا او الاطفال الجيران اللي بيروحوا معاه المدرسة وهم رايحين وهم جايين وبيقعدوا معاه في المدرسة، المهم الاصدقاء والجيران والكلام ده، اعرفهم ان الولد عنده سكر. اقعد مع معجبهم البيت، اقعدهم اعمل لهم ميتنج واشوف الاطفال دول مش عارفين حاجة، فانا لازم اثقفهم زي ما ثقفت ابني. ابني عنده سكر والسكر ده 1 2 3، لما تلاقيه مثلا دايخ او كلام من ده تروح عطيله ايه، كوباية مية بسكر، او تروح مطلع حبة شوكولاتة من جيبه وتديها له، او تعرف المدرس بتاعه او تقول للمدرس بتاعه ان هو ايه عنده سكر. ممكن يحصل ان الولد يقع منهم في البريك او في الفسحة او في الصفوف مثلا طابور الصباح، الولد لو وقع والمدرس مش واخد باله او المدرس مش عارف او الكلام ده كله، فاصحابه بيبقى عارفين. انما بقى بالنسبة للمدرسة، من الواجب ان انت برضو تثقفي المدرس. المدرس ده لو مش عارف اي حاجة عن السكر خالص ابيض، فانت بقى تديله مثلا كتيب صغير كده او نوت بوك مكتوب فيه كل حاجة عن مريض السكر خصوصا الطفل. اول حاجة ان هو لو الطفل اتشنك مثلا او تعب او الكلام ده كله، مثلا هبوط السكر عنده يقيس له مثلا السكر بالجهاز، يديله مثلا ايه اي حاجة محلية مثلا كوباية مية بسكر او حبة حلوة مثلا او شوكولاتاية او اي حاجة، لازم برضو يبقى انت عطيها له في الشنطة بتاعته دي، تبقى خاصة كده بالحاجات الطارئة دي. ده بالنسبة للمدرس، اي حاجة لازم المدرس يبقى عارف ان الولد ده يدخل حمام في اي لحظة. مفيش حاجة اسمها بعد الحصة يا بابا، مفيش حاجة اسمها بعد الدرس، الكلام ده كله ما ينفعش عند مريض الطفل، عند مريض السكر، الطفل مريض السكر ما ينفعش الكلام ده كله، لازم نتجنب هذا الكلام. اما بالنسبة للاكل، برضو الطفل ممكن ياكل في اي لحظة، ما تقولوش لا، حتى لو هترجعه في اخر الفصل كده وتروح تخليه ياكل براحته خالص كده، وما تخليش الاطفال يبصوا عليه بصة اللي هو السخرية مثلا او الاستهزاء او الكلام ده، عشان الولد ما يكسفش، الولد ما ياكلش، الولد ما يشربش مية، لازم الولد يشرب مية في اي لحظة، ما تقولوش لا. لو انت مدرس وبتسمعني وعارف ان عندك طفل مريض سكر في الفصل، فبالله عليك خد بالك من الحاجات دي كويس، بالله عليك ثقف نفسك كويس جدا في الموضوع ده، عشان الموضوع ده بتحصل بسببه كوارث كتير جدا لدرجة الوفاة. يعني الام اللي بتخبي عن المدرسة، عن اصدقاء الطفل، عن المدرسين ان الولد غير مصاب بالسكر،
الولد ممكن يجي في وقت كده من الحصة، وتلاقي الولد مثلا عايز يدخل الحمام فالمدرس بيمنعه، تلاقي الولد عايز ياكل عايز يشرب، تلاقي الولد عايز حاجة محلية المدرس يمنعه، فتبص تلاقيه دخل في مرحلة غيبوبة سكر، ارتفاع بقى او انخفاض مش مشكلة، الولد بياخد انسولين ولازم ياخد الانسولين بتاعه، فبتلاقيه المدرس شد عليه والولد اتشنق وبدأ يرفص وبدأ يخبط وبدأ يعمل ويعمل كل الحاجات دي بسبب السكر. على فكرة للناس اللي اول مرة تسمع الكلام ده لازم تاخد بالك كويس جدا من الموضوع ده، لان الموضوع ده بيوصل بقى ايه المدرس ان هو يعني يتعند على الطفل، فيروح قافل عليه الفصل، يروح معاقبه، يروح موقفه يعاقبه، يروح مطلع زمايله كلهم بره في الفسحه بريك وهو ما يطلعش عقابا ليه، فالولد يدخل في غيبوبه يغمى عليه، على ما دخل في غيبوبه لو اكتر من 10 دقايق خلاص ممكن يتكل على الله يتوفى، لان غيبوبه السكر المنخفض يا جماعه خطيره جدا 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 على المخ، ما ينفعش تزيد اكتر من 5 دقائق، لازم ناخد بالنا من الكلام ده كويس. فانت لازم تثقفي زمايل الطفل، لازم تثقفي الطفل، لازم تثقفي المدرسين، لازم تثقفي المدرسه حوالين الطفل. روحي كده اول اسبوع كده وقعدي جنب ابنك، اقعدي معاه في المدرسه، اقعدي معاهم كمدرسين في البريك مثلا، اقعدي تكلمي معاهم السكر كذا وكذا وكذا، او اعطي لهم مثلا فيديو تثقيف عن السكر. اما بعد كده المفروض بقى الواجب على المدرسه ان هي تبقى عامله مؤهله للاطفال اللي هم المرضى اللي هم بقى عندهم سواء بقى اي مرض مزمن يا جماعه، اي مرض مزمن المفروض وزاره التربيه والتعليم المفروض تاهل اول حاجه ثلاجه في المدرسه عشان الولد يشيل فيها الانسولين بتاعه، ما الانسولين ما ينفعش يفضل بره الثلاجه، فلازم يكون في مكان حاجه مبرده لحفظ الانسولين، حتى لو انت هتدي لابنك مثلا ايه ايس بوكس فيه مثلا تلج بيكون حافظ للانسولين لمده 6 ساعات، بيحفظ الانسولين لمده 6 ساعات. خدوا بالكم من الكلام ده كويس جدا عشان الكلام ده في ناس كتير قوي ما تعرفوش يا جماعه. ده بالنسبه للانسولين. اما بالنسبه برضو للاكل، المفروض برضو الطفل مريض السكر ده بياخد معاه اكل كتير، فبرضو ايه التلاجة برضو مفروض هيشيلوا فيها الاكل بتاع الولد. المية نفس الكلام عشان الولد بيشرب مية كتير جدا، فيعني لازم المدرسة تاخد بالها من الكلام ده. يا ريت يجيبوا تلاجة للاطفال في المدرسة، يا ريت لو كان امكن ان يكون الاطفال المرضى كلهم في مكان واحد او في فصل واحد او قريبين من بعض عشان هما يبقى عارفين بعض قوي. واخد بالي جدا يا جماعه ان معامله الطفل في المدرسه ما ينفعش عامله على ان هو مريض سكر قدام زمايله، انا بس ابقى عارف ان هو مريض سكر. الولد زمايله القريبين منه قوي بيبقى عارفين ان هو مريض سكر، ليه؟ عشان انت لو عملت ان هو مريض سكر، لا وانت ما تعملش كذا انت عندك سكر، ما تعملش كذا انت عندك مش عارف ايه هيجي لك وبط في السكر، ما تعملش، كل شويه بيقلق الولد، فالكلام ده كله بيأثر على نفسية الطفل وبيخلي الطفل يكره نفسه، بيكره السكر وبيكره حياته كلها وبيكتئب من الدنيا كلها. فعايز اقول لكم ان صحة ولادكم امانة بين ايديكم، فحافظوا عليها، وصحتكم انتوا امانة بين ايدينا، فصحتكم مسؤوليتنا. فعشان كده كل شوية بنجيب لكم حلقة مفيدة، فالحلقة دي يعني بمناسبة بداية العام الدراسي 2019-2020، كل عام وحضراتكم بخير وربنا يعفو عن أولادكم ويعافيهم ويشفيهم إن شاء الله، قولوا أمين. لو شايفين الفيديو ده ممكن يفيد ناس تانية، ياريت نعمله لايك، ياريت نعمله شير، ياريت نعمل اشتراك في القناة عشان تتوصل بكل جديد، وفي الصحة والطب والتحاليل والتغذية العلاجية والأعشاب الطبية ومتابعة المرضى والحلقات المتنوعة، واشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.